أنا عايز أشكر فريق الأوساط، كانت الفريق تبذل الوقت، بذل الجهد الخارق في تحقيق السلام، وما زالوا يواصلون الجهود ويتابعون في اتفاق السلام. ونحن نشكرهم بشكر جزيل، الأخ الفريق توت، الأخ سلطان، الفريق أيضا جيوماتو، الأخ الوزير رمضان، كل السكرتارية اللي بذلوا مجهود جهد كبير جدا، كان عملنا لهم شركة. نحن حقيقة سعداء جدا بأن نكون في أرض السلام، جوا بالنسبة لنا أرض السلام، وسعداء بأن نلتقي بأهلنا في جنوب السودان، الواحد فينا ما شاعر بأن في بلد آخر، وإنما العادة إلى بلاده. سعداء جدا لأنه جوبا أنجزت اتفاق السلام، هو إنجاز تاريخي بلا شك، ولو في أي تفريط كان التفريط من جانبنا ومن جانب دولة جنوب السودان. نحن بحاجة إلى السلام اللي مشينا من هنا، مستطعنا نستمر ككتلة موحدة دافعة عن اتفاق السلام ويسعى لاستكماله ولتنفيذه. لكن نحن مشينا في اتجاه أن كل ما مشى في دربي، وده أدى إلى أننا ننتقص من وزن أطراف السلام، وما استطعنا أن نكون رمانة الميزان في الصراع. مشينا وجدنا حقيقة بين القوى المكونة للحكومة الانتقالية، سواء كانت القوى المدنية أو العسكرية، منذ أن وضعنا الحكومة وجدنا الناس على خلاف مستمر، وبدل من أن تكون هذه الكتلة هي الجهة المساعدة في التلوثات بينهم، انحاز كل الطرف لجهة، وأضعنا فرصة ذهبية مهمة جدا. ومهم جدا الآن الدعوة هذه تكون سبب لأن السلام توحد ونضع موقف واحد مشترك تستطيع أن تساعد في إعادة السلام والاستقرار في السودان. من غير ذلك عندنا مشكلة حقيقية مهمة، واتفاق السلام اللي تم في جوبا اتفاق وإنجاز تاريخي حق الناس ما يفرطوا فيه. عشان ما نفرط فيه لازم نعمل جميعا، الوساطة والضامنين وأطراف السلام والحكومة، نعمل جميعا لتنفيذ هذا الاتفاق ولتوفير المدخلات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق ولاستكمال هذا الاتفاق أيضا، لأنه في النهاية عندنا أطراف نحن عاملين وساعدين بأن هذه الأطراف تلحق لاتفاق السلام تكون جزء أساسي مهم. الحرب نشرت في أبريل بغض النظر عن التواريخ، حرب مدمرة للسودان. صحيح السودان بدأ يتقاعد.